فصوته ما زال في مسمعي. لقد رحل واسمه يتوسط اسمي. لقد رحل يا أمي وأصبحت وحدي في مسلكي، فلا أدري كيف أكون رجلا يساندك يا أمي. كم أشتاق لسماع دقات الباب وقبل خدام. كم أتمنى أن أعرف هل أنت راض عني. كم أتمنى أن أعرف هل تفتخر بي فما أنا أفتخر بك. كم أتمنى لو تأتيني بأحلامي وأراك تتحرك أمامي وتتكلم معي وأسمع صوتك ولو لحظة وأسمعك وتناديني يا من أبوه بعد موجود. الحق بوس أبوه، ما في شي بالدنيا إله قيمة إلا رضا الله ورضا الوالدين. اللهم ارحم من اشتاقت لهم أرواحنا وهم تحت التراب. اللهم يا رحمن يا أرحم الراحمين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا جبار، نسألك بكل اسم هو لك أن تنزل على قبورهم الضياء.